جانب التربية أهم من الجانب العلاجي، لأن لو إحنا بنربي كويس وبنهتم بالفرشة ومسائي معالف المكان التدفية، مش هنخش في قصة العلاجات وفي قصة الأمراض. فلابد إن إحنا ناخد بالنا من هذه الأمور. بص، الكتكوت ما شاء الله هو كويس واكل رغم المعاناة اللي هو فيها، ولكن تعبان، مش هيجيب الوزن المثالي ومش هيبقى الكتكوت الفورة يعني. فلابد ان احنا نظبط المكان بالطريقة اللي ذكرتها لحضراتكم. حتى الترمومتر مفترض ينخفض يبقى فيه الكتكوت كده ب 10 سنت ولا حاجة، وبعيد عن اللمبة علشان يجيب درجة حرارة حقيقية. يبقى هنشيل النشارة المية اللي تحتيهم، نحط نشارة جديدة ونتقلها، نوزع المسائي بطريقة منتظمة شوية، نوسع شوية، نقرب اللمبة فوقيهم، ويا ريت نعالج طبعا الكوكسيديا لان هي موجودة بالفعل، ولكن الفرشة هتساعد في العلاج. شكرا لحضراتكم، وتابعوني على قناتكم، قناة مهندس.